الآن في مطار معتيقة جوي. طبعا قبل قليل كان في قصف على المطار في وجود ركاب مدنيين. تفقدت بنفسي القذائف الحقيقة التي وقعت في قرب الطائرات وقرب كانت هناك طائرة ليبية أثناء الهبوط. أمر نستهجن بقوة وندعو كل المنظمات الحقوقية وكل الحقوقية أن يوقفوا هذه العبث بالأرواح. هذا مطار مدني بصبغة كاملة شاهدنا وحقيقة لمسنا بأيدينا هناك اختراق كبير ويعني قصف لطائرات تحوي ركاب. هذا أمر غير مقبول فندعو بعد الأمم المتحدة وكل المجتمع الدولي حقيقة لإيقاف هذه الجرائم ضد الإنسانية ونتمنى إن شاء الله السلامة للجميع إن شاء الله.